مسلسل الثمن يحقق مشاهدات عالية بدءاً من تتر المسلسل بصوت أليسا، والذي حقق مشاهدات وصلت إلى 8 مليون مشاهدة. كنت حاسس أني قابلت حدا غير كل شيء قابلته بحياتي. حفيدك كثير مريض، عم بيموت. المسلسل اللبناني مأخوذ عن المسلسل التركي ويبقى الحب، من بطولة باسل خياط في دور زين، ونيكولا معوض في دور كرم، ورزان جمال في دور سارة، والتي لفتت الأنظار لها منذ إطلالتها الأولى في العمل. يذكر أنها لفتت الأنظار منذ مشاركتها في مسلسل ما وراء الطبيعة في دور ماجي مع الفنان المصري أحمد أمين، والذي لقي نجاحا كبيرا وقت عرضه على نتفليكس، وكذلك مشاركتها في فيلم كيرا والجن في الصيف الماضي. أما بخصوص البطولة فكالعادة حصل باسل الخياط أيضا إشادات واسعة على أدائه في العمل، خاصة في المشاهد التي جمعتها برزان جمال. يذكر أن المسلسل يدور حول أرملة شابة تكتشف إصابة ابنها باللوكيميا وهو سرطان الدم، ولإنقاذ حياته تطلب من مديرها اقتراض بعض الأموال، ولكنه يطلب منها مقابل ذلك أن تقضي ليلة معه. أحداث مشوقة ينتظرها جمهور الثمن، والذي يحقق مشاهدات عالية في الدول العربية ودول الخليج، وبانتظار الحلقات والمزيد من المفاجآت. ما تآمن حتى بإحساسك، لأن ما في شيء اسمه حب. هو بس فكرة لتهرب من مرارة الحياة.